الأخلاق يعني أن الرجل يصمم ألا يغضب زوجته أبدا والمرأة تصمم ألا تغضب زوجها أبدا هذا ممكن؟ نعم ممكن، إذا صممنا على ذلك قبل حوالي شهرين توفيت امرأة مؤمنة ذهبت إلى زوجها لتعزيته فهذا الزوج كان يبكي وكان يقول لي إن زوجتي وعاشا معا حوالي سبعين عام الرجل كان معمر المرأة معمرة قال إن هذه المرأة ما كانت تطلب في حياتها مني شيئا، كل ما كنت اصر عليه انه ماذا تريدين، ما كانت تطلب مني اي شيء، هذه الوصيه التي اوصاها رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة صلوات الله عليها قال لها لا تكلفي زوجك شيئا أبدا هذه المرأة بعد ألف عام حاولت أن تكون في هذا الجانب كالصديقة الزهراء صلوات الله عليه ما كانت حقيقة انتم اذا تلاحظون هذه الحالة رجل لا يطلب من زوجته شيئا لا يكلفها بشيء. امراة لا تطلب من زوجها شيئا لا تكلفه بشيء. كيف تكون هذه العائلة؟ احدى صفات اهل الجنة كما في الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن لا يطلب من أحد شيئا. إن تجربوا هذه الحالة لمدة أسبوع واحد جدا مشكلة وجدًا صعب. أن لا تطلبوا من أحد أي شيء. الشيخ محمد تقي قائد ثورة العشرين. رحمة الله عليه ذاكرين في أحوال ما كان يطلب من أحد شيئا حتى زوجته وحتى أولاد هذه يقال لها الحالة الأخلاقية الحالة الأخلاقية يعني أن الرجل لا يتوقع من زوجته شيئا المرأة لا تتوقع من زوجها شيئا الرجل يداري زوجته. المرأة تداري زوجها. الحلم، الإغضاء، الشكر، حالة الشكر، هذه المرأة المرحومة كان يقال عنها أنها كان لها حالة الشكر. الآن إحدى الأمراض الموجودة في العالم من الأمراض المنتشرة مرض الكآبة، الأفراد عندهم هذه الحالة، حالة الكآبة، إحدى الأشياء التي تقضي على حالة الكآبة، ولا تسمح للكآبة أن تأتي، الشكر، واحد دائما يكون شاكر دائما يكون راضي اكو بعض الأزواج دائما يشكون اول ما يجي بالبيت يشكو، اكو بعض الزوجات دائما يشكين دائما ينظرون الى الجانب المظلم من الحياه الاخلاق يعني ان يكون الفرد دائما راضيا بقضاء الله حتى إذا يكون في أشد الظروف وأصعب الظروف عندما تسألون شلونك يقول الحمد لله مو يقول الحمد لله بالله وإنما قلبه يقول الحمد لله هذه هي الأخلاق